نعم، هو الآن العراق هو ساحة لتصفية الحسابات، اتساع يعني اتساع هذه الساحة. نعم، من الممكن أنه تتسع هذه الحرب بشكل كبير، باعتبار أنه أمريكا يعني لا يعني بالمناسبة يعني الملاحظة جدا مهمة، أمريكا لا تقاتل إيران وإيران لا تقاتل أمريكا، ولكن أمريكا تقضي على أطراف الموالية إلى إيران في لبنان وسوريا والعراق فقط. نعم، وإيران لا تقاتل أمريكا، أكو في الداخل أكو اتفاقات دولية ومصالح مشتركة. إذا راح يكون هو الضحية هو فقط الشعب العراقي اللي موجود في الداخل يتحمل نتيجة أغلاط وشخوص، ما نقول أنه رجال دولة، شخوص داخل العراق راح يتحمل الشعب العراقي كل هذه المعارك، باعتبار أنه أمريكا مصممة على القضاء على الميليشيات داخل العراق وسوريا ولبنان. فبالتالي اليوم الخسارة راح تكون على الشعب العراقي، خسارة ممكن تكون في البنية التحتية. نحن على تجربة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحروب السابقة أنه أمريكا من تعلن الحرب في منطقة تقوم بهدم جميع البنية التحتية، تقوم بهدم المجتمع بالكامل. وللأسف إحنا اليوم العراق دخل عدة حروب يعني في السابق، ودخلنا عدة يعني مشاكل خلال 20 سنة الماضية، فالعراق أصبح لا يتحمل حرب قادمة في الفترة القادمة. فعلى حكومة العراق أو ما تسمى حكومة الإطار بين قوسين أنه تحاول أنه تقضي على هذه الميليشيات اللي هي جزء من عتها، عليها الاستغناء عنها مقابل بقائهم في السلطة وبقائهم في الحكم. نعم، وضحت.